بداية أود الحصول من حضرتك على استقراء واضح حول تحالف حارس الازدهار الذي تشارك فيه 20 دولة وبقيادة الولايات المتحدة. الغايات المعلنة هو حماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر، ولكن هل هنالك غايات غير معلنة؟ يعني من الصعب بمكان أن ينجح مثل هكذا تحالف، لأنه جربناه يعني في تجارب سابقة نحو كان مضيق هرمز، وعلى أساس أنه كانت كل سفينة يوجد لدي سفينة حراسة أخرى لعملية ضمان الملاحة ولا آخره، لكن الوضع صعب في باب المندب لأنه الحوثي لديه خبرة كبيرة في هذا البحر، هو هاجم سفن أمريكية، هو هاجم سفن عربية يعني، ويستطيع يعني إغلاق المندب لديه الوسائل لعمل ذلك من خلال ضرب السفن أو الألغام البحرية أو القوارب المفخخة أو الصواريخ، يعني عنده الوسائل كاملة. فهذا يأتي ضمن يعني عملية تنسيق في المنطقة ككل، وبالتعاون حلول عسكرية في البحر الأحمر سيكون بصعوبة بمكان، لأنه الحوثيين لديهم أهدافهم، لديهم يعني بأخذوا بعض التعليمات من أيضا من إيران، يعني حلفاء لإيران ووكلاءهم في المنطقة وضمن الخط 3000 ميل النفوذ الإيراني. ف يعني كل الحل بدهم يسألوا إيران، يعني الجواب عند إيران يمكن أكثر من أي شيء ثاني، لكن الحوثي سوف يستمر بهذا نوع من الضغط. هاي الجبهة مهمة أصبحت، لا ما يحدث في غزة هي أهم حتى من الجبهة الشمالية، في بعض الخبراء بيقدروها، لذلك صعب جدا وجود حلول، يجب أن يكون بالحوار وليس بعملية العنف. أو بعدين إيران يعني في بعض الدول الصغيرة هاي يعني هون بالحلف وهون وهناك وإلى آخره، يعني لو بتنفخ عليهم بتطيرهم. أنا ليس من يعني المحبين لسياسة إيران في المنطقة بالمرة ونخالفها وكذا، الحوار هو الحل الوحيد بهذا الخصوص، وإلا سوف يعني لكن أي على ما يبدو عدم تقدير الحوار أي عدم ثبات خاطئة سوف تؤدي إلى يعني تحرق المنطقة.